أو جاء يوم آخر بمشروع آخر ممتع. مهلاً، ما المشكلة بهذا؟ لما لا يقص؟ لا شيء محبط مثل مقص غير حاد وضعيف. بست صوفيا، هل لي أن أستعير مقصك؟ أرجوك. لا أعتقد ذلك. أوف، يا لها من متكبرة. حسناً، إذن كيف سأتعامل مع هذا؟ جيد، لدي هاتان المسطرتان، ربما تكونا مفيدتان. أحضري مسطرتين مثل هاتين وضعيها فوق بعضهما البعض بشكل متقاطع مثل شفرتي المقص. ابدأي بقص الورق بهما برفعهما للأعلى والأسفل مع تمريرهما على الورقة. واو، كيف فعلت ذلك؟ يبدو ناجحاً بالفعل. كل ما احتاجه الأمر القليل من الإبداع واستخدام الأشياء من حولك. هذا ما يمكن أن نسميه الحرفية. أوقف الدرس لثانية، فأمي على وشك نفخ فقاعة ملحمية. أو إنذار خاطئ. أو لا، المعلمة قادمة. هل تمانعين لو ألقيت نظرة على ملاحظاتك يا أمي؟ واو، صفحات دفترك فوضوية وغير مرتبة. كيف يحدث هذا من الأساس؟ يا للأسف. ماذا عن دفترك يا لالي؟ رائع، إنه مثالي مثلك، أليس كذلك؟ امتياز كالعادة. مهلاً، كيف يمكنك إبقاء دفترك مرتباً هكذا؟ يبدو أن أمامنا حيلة أنيقة للأوراق. هل ترغبين بمشاركتها معنا يا لالي؟ يمكنك صنع واق للصفحات في المنزل. ما عليك سوى طي ورقة مربعة بيدك بحيث تطابق الزوايا هكذا. مع إبقاء الورقة مطوية، خذ زاوية واحدة وطابقها مع الزاوية العلوية. افعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. حالما تنتهي من الضغط على الثنيات، افتح الزوايا. ضع الزاوية العليا في الأسفل واضغط الجزء المطوي. بعد ذلك، دس كل زاوية في الجيب الذي صنعته للتو. تأكد من أن الحواف مدسوسة بعمق قدر الإمكان. اقلب القطعة بحيث يصبح الجزء المطوي بعيداً عنك. في زاوية المطوية الأولى، ارسم عيناً مغلقة مع رموش. باستخدام ورق بلون مختلف، اصنع أهداباً والصقها على الثانية هكذا. أضف قرناً لماعاً وأصبح لديك يونيكورن ورقية. يمكنك الآن حماية الصفحات في كتبك ومجلداتك من التجاعد. جميل جداً! شكراً على الفكرة الممتازة يا لالي. نحن في أمان. مرحباً كيفن، يبدو أن أمي بالكاد لحقت على الحصة، فقد تأخرت 10 دقائق. ما الذي يعمل عليه كيفن هنا؟ لحظة، اليوم ليس يوم الدائرة، صحيح؟ أو لا، لقد نسيت تماماً إحضار أدواتي. هيا، يجب أن يكون لدي شيء. ربما أقلام الخطاط هذه قد تنقذ اليوم. لصنع فرجار بنفسك، ضع إصبعك على ورقة وارسم حوله بيدك. إن حافظت على كل شيء ثابت في مكانه، فيمكنك الحصول على دائرة مثالية. نعم، تبدو رائعة. لن تخمن أبداً أنها دائرة مرسومة باليد. واو، حتى الأستاذة انخدعت. عملية البناء الضوئي. أظن أني استوعبت كل المعلومات المهمة. على فكرة، هل درست للامتحان الغد؟ أنا جينيفر، أنا أدرس طوال الوقت. براحتك. كيف أجابت على كل هذه الأسئلة؟ كل هذه الدراسة أشعرتني بالعطش. مهلاً، إنها لا تنظر، سأنطلق. لدي دقيقة واحدة فقط. مرحباً أيتها الأجوبة الثمينة. تبدين جميلة للغاية. لا أستطيع حفظ كل هذه الإجابات، لكن هذا الغلاف البلاستيكي قد يساعدني. مناسب تماماً. سأضع البلاستيك على الورقة وأرسم دائرة حول إجابتها، ثم أضعه على ورقتي. أليست فكرة عبقرية؟ ماذا تفعلين؟ كنت أتصفح الحلوى فقط. يا لها من غريبة أطوار. حانت الآن لحظة الحقيقة. رائع، يطابق ترتيب الإجابات تماماً. انتبهوا يا طلاب، سيبدأ الاختبار الآن. يمكنني فعلها، يمكنني فعلها. الأستاذة لا تنظر إلي. حان وقت استخدام سلاحي السري. سأقلب الممحى وها هي الإجابة. إيفا، ثقتي بك معدومة. سلميها، لا تغشين بذكاء حتى. سلمي البقية أيضاً. حاضر، تفضلي.
المقلمة، الكتاب، الشريط اللاصق، القلم. لا تظن يعني لا أرى هاتفك، سلميه هو الآخر. لكن انظري، لقد نفذ الشحن. أيضا يمكنك الاحتفاظ به. يا هاتف، لماذا خنتني؟ مهلا، أظن أن لدي خطة ذكية. نعم، ستكون خطة ناجحة. سأحتاج إلى هاتفي وصورة له. سأقص جزء الكاميرا ثم سأحضر ورقة الغش. يجب أن تكون ورقة الغش صغيرة، لكن يمكنني طيها إلى نصفين. سأضع القليل من الغراء على ظهر الورقة وسألصق صورة العدسة. سأتأكد بحرص من أنها في مكانها الصحيح. ممتاز، ورقة الغش مخفية. أنا جاهزة للاختبار، مخفية على مرأى من الجميع. هذا سرنا الصغير. سأنتظر حتى تصرف الأستاذة نظرها عني. وها هي ورقة الغش. سيكون هذا الاختبار سهلاً. انتهيت من السؤال الأول. هو تعمل هذه الخطة بشكل رائع. وانتهيت. سأغلق ورقة الغش. يا سلام، لقد انتهيت من الاختبار. لنرى خيبتك في الحلول. ماذا؟ هذه الإجابة صحيحة. السؤال الثاني أيضا. في الواقع كل الإجابات صحيحة. ممتاز، أنت لم تغشي صحيح؟ كلا، هاتفي ميت، ألا تذكرين؟ أوه أهلا. انظري ماذا أحضرت معي. زرو، واو، هل يمكنني اللعب معه؟ طبعا، اسمه كامفوش. اسم على مسمى، كما انتظري. أجل. مرحبا. أهلا. كمان جميلة. ماذا؟ ابتعدي. لا، سأدفع لك هذا المبلغ. لا، لا يمكنك شرائي بالمال. حسناً. هذا الجرو ظريف. هذا ظلم، من تظن نفسها؟ أشعر بغضب كبير. صببت غضبي على لوح الشوكولاتة. هل تريدين حملة؟ هزل. لدي فكرة للانتقام منها. يبدو سأقص طرف غلاف لوح الشوكولاتة ثم سأعصرها على الدفتر. هكذا. هذا الكلب لطيف. يا للهول، هذا الكلب فظيع. هذا مقزز. نجحت، سأبعد الدفتر. لقد عدت حبيبي كنفوش. يبدو أنها جلسة دراسة في المدرسة. هل هذه عاملة النظافة؟ رائحة الأمونيا تعطسني دائما. كدت أن أنتهي. المعذرة، اسمحي لي أن أساعدك يا عزيزتي. مهلا، ماذا تفعلين؟ أوه لا، هذه إحدى مزايا الشخص الأعصر. ماذا سأفعل الآن؟ قفازات. حسناً، ستحل القفازات مشكلتي. ما عليك سوى قطع قفازات اللاتكس قطرياً، ثم ضع إصبعيك الخنصر والمنصر فيها. لا أحتاج لهذه القطعة. أنا آسفة. لن أتلطخ بالحبر بعد الآن. هذا حلم كل شخص أعصر.